اعرفش انت بتقولي من صوتك حاجه. اتجوزت عليا يا صلاح؟ تردش ليه؟ مكسوف؟ ولا خايف على زعلي؟ سارة؟ طب امتى؟ بلاش انت ليه؟ دي سارة مكاتب، والله العظيم مسمينها سارة مكاتب، أشهر مديرة مكتب في البلد. والعروسة بقى قالت لك على تاريخها المشرف ولا غفلتك؟ كنت تعالى اسألني عليها من باب العشرة، أو كنت خدتني معاك نروح نخطبها، بس كناش هنلاقي حد نخطبها منه ولا حد نمد ايدينا في ايده. دي مقطوعة، أصل أبوها كان قواد ومات في السجن، وأمها اتمسكت في 9 قواضي آداب، وسارة طالعة لأمها بس أأدب، مسكت في قضيتين بس، وخلت الأشقر طلعها من التالتة، وقعدت تتصعبين له لحد ما جت تشتغل في المكتب، والمكتب كان فتحة خير عليها، اتجوزت نص الموكلين عرفي ونص التاني أجهضت منهم، وكان كل ما يمشيها تتصعبن ويرجعها تاني. كنا بنقول عليها سارة مكاتب دي معلمة. معلمة أنا صلاح تتجوز عليا دي بقول لك ايه يا نعم؟ اطلعي بره بيتي بدل ما اوريكي سارة مكاتب المعلمة هتعمل فيكي ايه؟ اوعي ايدك كده. يلا صلاح نروح بيتنا، يلا روح بيتنا، طلقها دلوقتي ولا هنسى كل حاجة، لكن مفيش حاجة حصلت، هزعل شوية بس والله العظيم هنسى. أنا عارفة إن هي اللي وقعتك، أنا عارفاها، أنت مستحيل تعمل كده من دماغك، أنت بتحبني زي ما بحبك. هل تعمل كده من دماغك؟ لا يا نعمة، أنا عملت كده من دماغي، وأنا مش عيل صغير بريال عشان حد يوقعني ولا يضحك عليا، لا أنا كبير وغني ومعايا ملايين كتير، أتجوز مرة واتنين وتلاتة وأربعة كمان، أنا حر، أنا غني يا نعمة. تعالى نروح نتكلم في البيت. يلا يا صلاح، يلا كم بكلامنا في بيتنا، يلا. لا يا نعم، انت هتروحي لوحدك، انا هقعد هنا مع مراتي التانيه. اه هي مراتي على فكره، وليها فيا زي ما انت ليكي بالظبط. طب
عشان خاطري، عشان خاطري يا صلاة. تعالى وصلني طيب، أصل أنا مشيت عربيتي. هتسيبني رايح لوحدي يا صلاح؟